تكبيرة الإحرام، أتوجه إلى القبلة قاصدا بقلبي ولا أنطق بلساني، فلا أقول نويت أن أصلي الظهر مثلا، فالنية محلها القلب، ثم أرفع يدي إلى شحمة الأذنين وأقول الله أكبر. قراءة الفاتحة، أضع يدي اليمنى على اليسرى أسفل الصدر وأقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن. الركوع، أركع وظهري مستوي ثم أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. الرفع من الركوع، أرفع من الركوع معتدلا قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. السجود، أسجد مكبرا الله أكبر، واضعا جبهتي وأنفي وكفي وركبتي وأصابع رجلي على الأرض تجاه القبلة وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. الجلوس بين السجدتين، أعتدل جالسا مع قول الله أكبر واضعا الكفين على الركبتين وأقول اللهم اغفر لي. السجود مرة ثانية، أسجد مرة ثانية قائلا سبحان ربي الأعلى 3 مرات. التشهد، أجلس للتشهد وأقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام، ألتفت يمينا وأقول السلام عليكم ورحمة الله. ثم ألتفت يسارا وأقول السلام عليكم ورحمة الله.